لكم في هذه الأمسية سيدة آلة القانون اللبنانية إيمان الحمصي، حيث بدأت تاريخها الفني في سن 7 لتقطف أجمل الزهور من بساتين النوت الموسيقية وتحوز على عدة درجات أكاديمية أهلتها لتكون امرأة مميزة بكل المقاييس. أترككم مع إيمان الحمصي وأجمل اللحظات الموسيقية برفقتها. Thank you.
Thank you.
Thank you.
نشكر السيدة إيمان حمصي على هذا العزف والتقاسيم الرائعة التي قدمتها لنا ليلى. يتفضل السيد علي اليوحى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتكريم السيدة إيمان حمصي.